السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة يا جماعة خطرت على بالي فكرة غريبة جدا وحبيت أشاركها معاكم عشان لو كان منها فايدة نستفيد منها، لو كان منها ضرر ما نعملهاش. أنا قلت إيه اللي هيحصل لو خلطنا الأسمنت ده أسمنت تمام على معجون الحوائط العادي أو معجون اللانجو زي ما إخواننا في دول المغرب العربي بيقولوا، ده معجون جدران عادي. فإحنا هناخد عينة هنا تمام عشان التجربة بتاعتنا ونخلطها ونشوف ايه اللي هيحصل. نجربها على حيطة يعني ونشوف. كفاية كده. بعد كده هناخد بعض الاسمنت خلونا نجربه. معجونة يا طبعا لونها اصبح زي ما حضراتكم شايفين، ولكن انا حاسس ان الكمية دي قليلة يعني، حاسس انها مش هتعمل حاجة في المعجونة، عشان كده خلونا نحط شوية كمان نشوف ايه اللي هيحصل. نحط شوية كده تمام، كمان شوية. خلينا نحط شوية مية كمان علشان اعتقد كده المعجونة هتكون جامدة جدا. شوية مية. طيب نقلب ونشوف. اعتقد كده النسبة حوالي 40-60، 40 معجون، 60 معجون 40 اسمنت. فاعتقد يعني كده هيكون في تأثير للاسمنت. ناخد شوية مية. طبعا الناس الصناعيه يعني هتفهم اللي انا بقوله، ريحه المعجون اتغيرت زي ما تكون الماده الفعاله في المعجون زادت. احنا هنشوف يا ترى هو فعلا بيحسن المعجون ولا تبوظ المعجون. نختبر الكلام ده تمام مع بعض ونشوف. وانا يا جماعه المعجون بعد تمام الامتزاج يعني لونها اصبح رمادي يعني زي الاسمنت بالظبط. حلو، فاحنا حاطين نسبه اسمنت كبيره. يلا بقى نروح للجزء العملي ونشوف ايه اللي هيحصل. هنبدا نجرب يا جماعه على حيطه محاره اهي تمام. دي المعجون اللي احنا خلطناه بالاسمنت. نبدا نفحص. خلونا نعمل عينة يا جماعة بالمعجون الأبيض العادي تمام. أنا هسحب بنفس الكمية علشان نختبر الكلام ده بعد الجفاف إن شاء الله. نشيل الشجرة كده. نسيب العينات تنشف ونرجع نختبرهم في الصنفرة ونشوف ايه الاضافة الاسمنت يعني. دول عينتين يا جماعة بعد نص ساعة تقريبا من تطبيق العينتين. دول عينة اللي عليها اسمنت
دي العينه العاديه، دي ورق الصنفره. تمام، هنلاحظ طبعا اول حاجه قبل ما نستخدم صنفره ونشوف الصنفره هتعمل ايه، هنلاحظ ان العينه اللي عليها اسمنت عملت طبقه اكبر من العينه العاديه. تمام، دي اول ملاحظه انا لاحظتها. لكن بالنسبه للجفاف يعني ممكن العينه اللي عليها اسمنت بتجف اسرع شويه. طيب لو هي في البستله انا ينفع اشتغل بيها ولا يلا احط شد منه هتبوظ؟ لا، ممكن على فكره تقعد معاك اكتر من نص ساعه قبل ما تشد. تمام، لكن بتشد في الاخر، يعني لو انت مثلا عندك شغل مفتوح وشغال على طول مفيش مشاكل، زود اسمنت وانت بتطلع. خلونا نصنفر ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا هم جفوا جفاف سطحي لسه مش جفاف كامل يعني. يعني جامده يعني في الصنفر. تمام، يعني كده يعني اللي احنا عايزين نقوله ان خلاص المعادن ما اتغيرتش. احنا كل اللي عملناه ان احنا اعطينا يعني حاجه بتضيف قوه ملء للمعجون، يعني المعجون اصبح بيملى بشكل اكبر. يعني لو عندك حائط خشنه بدل ما هتجيب عدد اكياس معجون كبيره او عدد بستلات معجون كبير، لا ممكن تجيب جنبهم كيس اسمنت 50 كيلو مثلا، 50 شكاره على كل شكاره او كل عبوه من عبات المعجون هتضيف كيلو، هتقلب بالشنور بتاعك، هيوفر معاك كتير كتير كتير. الكلام ده تعمله في السكينه الاولى بس، السكينه الثانيه والثالثه تكون عادي زي ده. ده اللي انت هتستفيده من التجربه لو كنت بتسال ايه اللي هتستفيده. اتمنى يكون الفكره دي عجبتكم. لو عجبتكم هعمل دروس كتير قادمه عن تجارب في الدهانات وتجارب في المواد وخلط المواد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.